السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نتعلم أمرين جديدين من لائحة Modify اللي هما أمر Join وأمر Exclude. فبسم الله نبلش مع بعض. لو انتبهنا للشكل المرسوم أمامنا على الشاشة بنلاقيه مكون من مجموعة خطوط أفقية وعامودية وعنا قوس، ولما أجي أنا أحدد أي واحد من هاي العناصر بيعمل لي تحديد عليه لوحده. لاحظوا أنه الشكل أمامنا مكون من عدة خطوط أفقية وخطوط عامودية وقوس، ولما أجي أنا أعمل Selection لما أحط المؤشر على الشكل المرسوم بيحدد عنصر واحد فقط وليس جميع العناصر، ما بيعملها كلها Selection. فلو أنا كنت بحاجة هذا العنصر أو هذا الشكل أعمل له Copy أو Move أو Rotate، أو مثلا بدي أكرره من خلال مصفوفة دائرية Polar Array أو مصفوفة مستطيلة Rectangular Array، فأنا بحاجة أحدد كل هذه العناصر. الأوتوكاد بتيح لي خيار بحيث أني ألحم هاي العناصر بحيث يصير عندي جسم واحد لما أجي أعمل Selection، ما بضوي عنصر واحد فقط ولكن بضوي الشكل كامل. فلاحظوا بروح على لائحة Modify، بختار الأمر Join، بحكي لي Select Source Object or Multiple Object to Join at Once، اختار الأجسام اللي أنا بدي أجمعها بشكل واحد أو ألحمها مع بعضها البعض. فأنا بلشت أعمل Selection عنصر عنصر، بعد ما خلص تحديد بكبس كبسة Enter. فلاحظوا هسه لما صرت أحط المؤشر على الشكل اللي عندي صار يضوي، دليل إنه صار عبارة عن جسم واحد. بعديها بقدر أنا أعمل الموديفيكيشن اللي أنا بحاجته، سواء كوبي أو موف أو روتيت، أو سواء بدنا نعمل تكرار بمصفوفة دائرية أو مستطيلة. هذا بالنسبة للأمر Join، ومن اسمه بيعمل تجميع للعناصر بحيث تشكل رسمة واحدة أو جسم واحد. وبإمكاني أيضا عملية السلكشن إني أنا أجي من ناحية اليمين بهذا الشكل وبعمل سلكشن للجسم كامل إذا ما بدي أمشي عليهم عنصر عنصر. وخلينا نطبق مع بعض. هاي رحنا على Modify، اخترنا الأمر Join، حكالنا Select Source Object or Multiple Object to Join at Once، فبجي من يمين الشاشة وبعمل سلكشن بهذا الشكل، بحط المؤشر وبكبس Enter. وهي أنا بمجرد ما حطيت المؤشر على الشكل ضوت كل العناصر، دليل إنه صار جسم واحد أو شكل واحد. الأمر اللي بيعمل عكس هذه العملية، عكس عملية Join، هو من لائحة Modify الأمر Exclude، ومن اسمه تفجير، يعني بده يفكك الشكل الموجود عندي إلى عناصره الأساسية. فخلينا نطبق. هاي Exclude، Select Object، هاي أنا بدي هذا الأوبجكت أرجع أفككه، أكبس Enter، ولاحظوا هسه لما أجي أحط المؤشر بحدد القوس لوحده، الخطوط لوحدها، وهيك أنا فككت الشكل لعناصره من خلال Modify والأمر، اختار الأمر Exclude.